فاز منتخب السنغال على الكاميرون 3-1 في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي البطولة القارية المقامة في ساحل العاج. وتصدر فريق المدرب اليوسيسي ترتيب المجموعة بست نقاط من انتصارين، بينما تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث قبل مواجهة غينيا صاحبة المركز الثاني بنفس النقاط، وغاميبية متذيلة الترتيب في وقت لاحق اليوم. وبعد سيطرة شبه مطلقة للسنغال، أسفر الضغط عن الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من إسماعيل سار سكانتا شباك الكاميرون، وضعف حبيب ديالو النتيجة للسنغال في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من سار، وجلس جان شارل كاستليتو الفارق لمنتخب الأسود غير المروضة في الدقيقة 83، وأنهى ساديو ماني آمال الكاميرون في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع،